مرحبا، بعد الظهر أمس الجمعة خرجت عدة عربات لقطار إقليمي ريجيونال بان متجه نحو ميونخ عن مسارها في بلدة بوكغاين، حيث انقلبت العديد من عربات القطار ذات الطابقين وانزلقت على منحدر وتوقفت بجوار طريق رئيسي. وحتى الآن فشلت محاولتان لرفع عربات القطار الثقيلة والملتوية، ومات ما لا يقل عن 4 من حوالي 140 مسافر في القطار، كما أصيب حوالي 30 شخصا بينهم عدة أطفال. وبحسب وزير النقل في مقاطعة بايان، يشتبه في وجود عطل فني، وتعد حادثة القطار التي تسببت بحالة ذعر في البلاد واحدة من أسوأ حوادث السكك الحديدية في ألمانيا في السنوات الأخيرة. يريد وزير الزراعة الاتحادي جيم اتسديمية قريبا اتخاذ قرار لإلغاء ضريبة القيمة المضافة ميرفيرتشتويا على الفاكهة والخضروات والبقوليات لإراحة الناس وخاصة الأسر ذات الدخل المنخفض، وإنشاء حافز لتغذية أكثر صحة. اتفق وزراء داخلية المقاطعات الألمانية على إلزام مقدمي خدمات الإنترنت في المستقبل الكشف عن هويات المستخدمين المخفية، يعني أسماء خلف عناوين IP، بهدف مكافحة الجريمة على الإنترنت. يعني بيصير بيقدروا يعرفوا فورا من خلال IP أدريس هوية الشخص القاعد خلف الجهاز، إن كان كمبيوتر أو موبايل أو تابلت من مزود الخدمة. وافق تحالف إشارة المرور في البرلمان الألماني على الزيادة الموعودة في الحد الأدنى للأجور إلى 12 يورو، وامتنع حزب الاتحاد والبديل عن التصويت، وبالتالي سيتم تطبيق الحد الأدنى للأجور الذي يبلغ 12 يورو للساعة اعتبارا من 1 أكتوبر تشرين الأول 2022، وسيستفيد من الزيادة حوالي 6.2 مليون عامل يحصلون على أجر أقل من 12 يورو. كان معكم إلهام بوزغان، تحياتي لكم جميعا وشكرا لكرم المتابعة، وإلى اللقاء في فيديو قادم.